الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو تعمقنا لمعناها لو وجدنا أنك تقول بأنك أنت لا حول، ما عندك أي حول إلا بالله فقط، ولا قوة، ما عندك أي قوة إلا بالله فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بمعنى أنك أنت الإنسان الضعيف، لا تملك لا حول ولا تملك إرادة ولا تفكير ولا رأي ولا طريق ولا نهج وسمت واضح إلا بالله عز وجل فقط. معنى الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثق تماما، الله عز وجل ما يقذف في قلبك أمنية علشان تتحسر أنك أنت لم تمتلك هذه الأمنية. الله ما قذف في قلبك حاجة عشان تندب حظك، صدقني الله ما قذف في قلبك أي شيء أو في جسدك أو في حياتك بشكل عام علشان تلهث وراءها فقط أولا تحصل أي نتيجة، لا لا لا، الله عز وجل قذف في قلبك هذه الأشياء وقذف في قلبك هذه الحياة، ممكن اللي نسميها الصعبة أو الحياة اللي ما تستساغ. ليه؟ لأن الله عز وجل يريد أن يرشدك بأنك لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أعياك شيء، هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إذا أعياك شيء أو صعب عليك شيء فقل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رددها قبل لا تنطق فيها لسانا، عليك أن تؤمن فيها قلبا ويعي فيها قلبك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع معي هذا الكلام العظيم، اسمع معي وارعن سموعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني تصور معي بهذه الكلمات البسيطة، يدفع الله عنك بلاء، يكشف عنك ضر، والله العظيم حتى أشياء أنت فقدتها وصعب أنك تجدها والله أنك تلقاها، أشياء عظيمة، أشياء كبيرة جدا، بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للعبد يشغله حول الناس وقوتهم عن حول الله وقوته. مو شرط إذا الواحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بأنه فاقد أشياء، يتمنى أشياء، مبتلي في مرض، لا مو شرط، يكفي أن الله عز وجل يدفع عنك بلاء وشكى أن يصيبك مع كثرة الحوقلة. ضاقت عليك الأرض بما رحبت، أخرج وانظر إلى السماء كيف رفعت، أما علمت بأن الله رافعها قادر على تفريج الكرب وإن عظمت. الآن من هذه اللحظة، من هذه الثانية، اعزم مع نفسك بأن لا يفتر لسانك عن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.